باش كوم ديبيتون ما كون مازال ما كتحكمش كسيراتور هذا ما كتعرفش تحكم فيه. شو كي كندير الا ما عرفتش كسيراتور كي كينقز الموتور خصك الموتور ما يكونش مجهد بزاف باش يمكن لك تموديلي سميتو الكسيراتور شويه بشويه. حنا واحد ما كنتش كيعرف كياخذ موتور مجهد من الاول كياخذ ار 1 ولا ار 6 ولا سي بي ار 1000 ولا هذا كيكسر كينقز به الموتور كيخلعو. شحال من واحد كيسمع داك الموتور ما كيبغيش يبغى يسوق ولا كياخذ مده طويله باش يطلق يدو فيه. باغ كونتر الا خديتي شي حاجه صغيره ماكينه بحال هادي غتجيك مزيانه وتطول بها ومن بعد مع الوقت بغيتي تجبد الدرع ثاني راه كتبدل حسن ما تمشيو تاخذوا موتور كبيره من الاول. انا ديما ما كنصحش موتور كبيره بحال هكا 300-350 ماكسيموم باش يمكن لك تموديلي لاكسيليغاتور لي موتور الكبار. المشكل اللي فيهم انك ما غتعرفش كيفاش تتصرف مع الاكسيليغاتور مع انت يلاه كتبدا غادي يجيك صعيب باش الموتور ماكينه كبيره غير كتقيسو بحال هكا كينقز وهادشي راه يقدر يخلعك ولا يقدر يحطيحك في سيتياسيون لي صعاب ما تعرفش كيفاش تتصرف. اما هادو لي موتور بحال هادو مزيانين منها كتلق يدك منها كتولف على لومبرياج والكسيراتور وكتولف على الفرانات وكتولف على الثقل وكل شيء وكتعلم حتى عاوتاني كيفاش دير دوز لي رابور تطلعهم تهبطهم كيفاش دير ريف ماتشين كيفاش تفران تستعمل الفران ديال الموتور. ومن بعد الا بغيتي كتدخل تاخذ موتور واحد اخر كبير كتاخذو حيت اصلا هاد لي موتور هادو صغار بحال هكا ما كتمشيش لافالور ديالهم بزاف كتبقى ديما مزيانه طالعه.